في مدينة صغيرة بعيدة عن الزحام والناس، كان هناك شارع يدعى شارع مسكزن. الشارع كان هادئاً جداً خلال النهار، ولكن الجميع كان يعرف أنه في الليل يتحول إلى مكان مظلم ومخيف يحيطه الغموض والرعب. منذ سنوات طويلة وقعت حادثة غريبة في هذا الشارع. عائلة كانت تعيش في منزل قديم بنهاية الشارع اختفت فجأة. لم يسمع أحد صوتاً أو يشاهد شيئاً غير طبيعي، ولكن عندما لاحظ السكان أن أفراد العائلة لم يغادروا المنزل لعدة أيام قرروا فتح الباب. وعندما دخلوا كانت المفاجأة، المنزل كان مهجوراً تماماً وكأن العائلة اختفت في الهواء. لم يكن هناك أثاث ولا أغراض شخصية ولا حتى ملابس، كل شيء اختفى معهم. والأمر الغريب أن تقارير الشرطة أكدت أن العائلة لم تكن لديها أي نية للرحيل، وكل شيء كان طبيعياً في حياتهم حتى اليوم الذي اختفوا فيه. بعد الحادثة انتشرت شائعات بأن المنزل مسكون وأن هناك شيئاً شريراً يسكن الشارع في الليل. بدأ الشارع يفقد سمعته الطيبة، وتجنب الناس المرور منه بعد غروب الشمس. كل من مر في الليل كان يروي نفس القصة، أصوات غريبة تصدر من المنزل القديم مثل همسات أو خطوات خفيفة. بعض الناس قالوا إنهم شاهدوا ظلالاً تتحرك بين البيوت، وآخرون أقسموا أنهم سمعوا أصوات بكاء أطفال. لكن القصة لم تنتهي هنا. في يوم من الأيام جاء صحفي شاب مغامر يدعى عماد، كان مولعاً بقصص الرعب والغموض. سمع عن شارع مسكزن وقرر أن يكسر التقاليد ويقضي ليلة كاملة في الشارع ليكتشف الحقيقة بنفسه. قال لصديقه المقرب سامي: لا يوجد شيء اسمه أشباح، كلها أوهام لأناس خائفين. حاول سامي إقناعه بالعدول عن الفكرة لكنه فشل. في الليلة التي اختارها عماد كانت السماء ملبدة بالغيوم، ولم يكن هناك قمر يضيء الشارع. وصل إلى المنزل القديم وبيده كاميرا ومسجل صوت، مستعداً لتوثيق أي شيء قد يحدث. في البداية كان كل شيء هادئاً، حتى النسيم لم يكن يتحرك. جلس عماد أمام المنزل وبدأ يتحدث إلى الكاميرا: أنا هنا في شارع مسكزن، والساعة الآن منتصف الليل. حتى الآن لم يحدث أي شيء غريب. لكن بعد دقائق بدأت الرياح تهب، وسمع صوت خطوات خلفه. التفت بسرعة ولم يرى أحداً، لكنه شعر بشيء غريب، وكأن هناك عيوناً تراقبه من الظلام. حاول أن يبقى هادئاً ويواصل التسجيل. فجأة سمع همسات خفيفة تأتي من داخل المنزل. الحماس استولى عليه وقرر الدخول. عندما فتح الباب كان البرد داخل المنزل لا يحتمل، وكأنه دخل في ثلاجة. كانت الجدران مغطاة بالغبار والأثاث المتبقي مكسوراً أو مهجوراً. بدأ عماد يمشي بحذر والكاميرا في يده، وبمجرد أن وصل إلى الغرفة الرئيسية انغلق الباب خلفه بقوة. الظلام كان حالكاً، وبدأ المسجل يسجل أصواتاً غريبة، أصوات ضحك أطفال وبكاء في الوقت نفسه. فجأة شعر عماد بشيء يلمس كتفه، التفت بسرعة لكنه لم ير شيئاً. لكن الشعور لم يتركه، ارتفع الصوت أكثر فأكثر لدرجة أنه لم يعد يتحمل. حاول فتح الباب لكنه كان مغلقاً بإحكام. في اللحظة التي فقد فيها السيطرة شاهد شيئاً مرعباً، ظلال بشرية الشكل ولكن ملامحها غير واضحة، تقف في الزاوية، كانت تتحرك ببطء نحوه، وكلما اقتربت كانت تزداد وضوحاً. عيونها كانت فارغة وكأنها نظرات من عالم آخر. سمع عماد صوتاً بارداً يقول: لا أحد يخرج من هنا أبداً. كانت الحركة سريعة وكل شيء أصبح ضبابياً. آخر شيء سمعه عماد كان ضحكات مخيفة، وبعدها ابتلعه الظلام بالكامل. جاء الصباح ولم يكن هناك أي أثر لعماد، فقط الكاميرا التي وجدها سامي بجانب المنزل كانت تسجل لحظة اختفائه. والكاميرا؟ حتى اليوم لم يستطع أحد تشغيل الفيديو الموجود عليها. كل ما حاولوا كانت تظهر رسالة واحدة: اللعنة موجودة، لا تحاولوا مرة أخرى.